المباركة من فضيلة مولانا الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن آل البيت أجمعين وأرضاها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأعبران على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة سيدنا ومولانا محمد. رشي لهم بنورك كما رشيت سحابة الأجليات فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة حقائق كتم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كروبنا كما وعدت، فمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رضي الله تبارك وتعالى عن سيدتنا صاحبة هذا المقام وعلى جميع أهل بيت سيدنا رسول الله الكرام، فرضي اللهم عنا معهم أجمعين. أما بعد، فقد أمتعنا واستمتعنا من قارئنا حيث بلى علينا آيات بينات من كتاب ربنا جل وعلا، أثلج بها الصدور وشرح بها النفوس من سورة من سور القرآن الكريم، من سورة من السور الطوال من كتاب ربنا تبارك وتعالى، من سورة من السور المكية. ورد في الأثر أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كلة الرحيل، وشهد عن نزولها عدد من الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميد لرب العزة جل وعلا. هذه السورة اشتملت على توحيد الله تبارك وتعالى، على تنمية العقيدة بفضل مهم، على تنمية التعلق بالله سبحانه وتعالى. هذه السورة هي سورة الأنعام، فصل الله تبارك وتعالى القول فيها فيما أحل وحرم مما يؤكل ومما يشرب. هذه السورة وتلكم الآيات التي تلاها علينا القارئ تبين محاضرة الله تبارك وتعالى وعلمه بجميع المولودات والكائنات، تبين علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء مكتوب في الكون. عنده سبحانه وتعالى مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب في خمس لا يعلمهن الا الله، في خاتمه او في اخر ايه من سوره الرحمن: ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت فإن الله عليم خبير. فتأتي هذه الآية وتبين أن هذه المفاتيح بيد الله سبحانه وتعالى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كأن الله تبارك وتعالى يخاطب عباده ويقول لهم: إني أعلم السر وأخفى، أعلم ما تخفون وما تعلنون، أعلم كل شيء، سواء هذا الأمر الذي تفعلونه فرادى أو مبتدعين فيه، الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافيه. ومن ظن أن الله لا يعلم شيئا أو أن الله يخفى عليه شيء في الأرض أو في السماء، ففي إيمانه نقص، في إيمانه غش، يحتاج إلى أن يلمي إيمانه ولينقل أن يعلم من هو الله تبارك وتعالى.
رمي أنت حكيما أراد أن يعلم أولادك مراقبة الله تعالى، فأمر كل واحد منهم طائرة، فقال لأولاده ليتبع كل منكم هذا الطائر في مكان لا يراه فيه أحد، يبحث عن مكان لا يراه فيه أحد. وجاء الثالث لطائره ولم يلبحه، فسأل الأول ماذا فعل؟ قال أبعثه في مكان بعيد في الصحراء، فلما أردت منهما سرا فلم أجد أحدا ينطلع عليك ففتحت الباب. وقال الثاني مثل ما قال الأول، وقال الثالث في الثالث لماذا جئت بالطائر؟ لماذا لم تتبع الطائر؟ قال فأي مكان لا يراني أحد فيه، كلما نظرت الى مكان علمت ان الله تبارك وتعالى يراني، كلما نظرت الى مكان علمت ان الله تبارك وتعالى يراني، وانت شرط علي واشترطت ان اذبح طائرا في مكان لا يراني فيه احد، كيف والله بكل شيء عليم، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ثم هذه الايه التي تبين ان من الذي فرجها عنك ومن الذي أزالها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. تأتي هذه الآية وهذه السورة عندما يقرأ الإنسان يزداد إيمانا على الإيمان. يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه ولا
ثم بعد ذلك بعدها بآيات لما بدأ بها طالبنا الكريم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فاكبر خاطرهم وقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمن كتب ربكم على نفسه الرحمن أنه من عمل منكم سوءا بجهالة يفتح الله تبارك وتعالى باب العبادة للعاصين لمن ييأسون من رحمة الله فلا تقوم لا تيأسوا من رحمة الله ولا تقربوا من رحمة الله فإن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة ثم كتب في كتاب أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعد ما عمل وانظروا إلى ثم إنها تفيد الترتيب مع طاعته أي أن توبته ما صارت بعد فعله الذنب لكنه مع هذا فمن تاب الى الله تبارك وتعالى تاب عليه ومن استغفر الله تبارك وتعالى غفر له ومن عمل سوءا اوان نفسه ثم تاب الى ربه واستغفر غفر الله تبارك وتعالى ثم كان من بعده واصلح ما اثره غفور رحيم. كذلك ايضا في هذه السوره الله تبارك وتعالى وضع قانون العامة لمن يستهزئون بآيات الله ويسخرون من كلام الله ومن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الله تبارك وتعالى أن نستمع إليه فأن نجلس معه وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره وإما يفسدك الشيطان ويستمع إليه تلكم البرامج التي تسلك النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقص الباب العيشة جل وعلا أنساك شيطان ذلك فلا تستمر في هذا الأمر إذا ما تذكرت فانصرف عن هذا الأمر وابتعد عنه. إذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ثم في خاتمة هذه السورة الله تبارك وتعالى يحدثنا عن دليل أعطائه جل وعلا فيبين أنه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وهذا من عظيم حكم الله تبارك وتعالى. بل يبين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الفضل والعطاء من أتى بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات ومن أتى بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة ومن أتى بسيئة وعملها فلا يجزى إلا مثلها ومن أتى بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة كما جاء في الروايات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القانون عن أن الحسنة الواحدة بعشر أمثالها فما بالكم لو كانت هذه الحسنة خالصة وقبل الله تبارك وتعالى يضاعفها والله يضاعف من يشاء إلى 700 ضعف إذا أضعفها كثيرة قال ربنا تبارك وتعالى في غير هذه الآية من جاء هذه الحسنة له خير منها كم هذا الخير وكم هذا الفضل لا يعلمهم الا الله تبارك وتعالى فالتوبوا الى ربكم جل وعلا وتوبوا اليه واستغفروه واعلموا انه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء ومحيط بكل شيء يعلم السر واخفى فاسالوه بفضله يعطيكم ادفعوا له فضلا الى رب العزه جل وعلا الله عز وجل يتوب علينا اللهم تب علينا حتى نتوب واغفر لنا بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم اهد شبابنا ورجالنا ونساءنا واحفظ اولادنا واغفر لابائنا وامهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.